سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.